هناك اتفاقيتين، اتفاقية ضريبة القيمة المضافة وكذلك اتفاقية لضريبة السلع المنتقاة. طبعا بالنسبة للتاريخ التطبيق هذا تقرر من قبل القادة في 2018 في يناير 2018، وقطعنا شوط كبير فيما يتعلق بالاتفاقيات، فقط بقي يمكن نقطة واحدة أو نقطتين نحتاج إلى استكمال البحث فيهم والتفاصيل، وإن شاء الله نكملها خلال الشهر القادم.